المحامون اولا هذه من المغالطات اللي تتحاول بعض الجهات تمريرها داخل المجتمع. المحامي لا يرفض الضريبه، المحامي تيأدي الضريبه، انا شخصيا تنأدي الضريبه وعندي ما يفيد. المحامي لا يرفض الضريبه، مدونة العامه للضرائب فيها مقتضيات تضريبيه للمحامون. المحامي تيرفض المقتضيات الضريبيه اللي كاينه في مشروع قانون الماليه. حنا ما خارجينش ضد المقتضيات الضريبيه اللي كاينه في مدونه العمل الضرائب، حنا خارجين ضد احتجاجا على المقتضيات الضريبيه اللي كاينه في مشروع قانون الماليه 2023، لانها مقتضيات تضرب مبادئ التضريب في العمق، وهي مبادئ دستوريه اللي نص عليها الفصل 39 من الدستور، مبدا المساواه، مبدا العداله الضريبيه، ومبدا مراعاه وضعيه الملزم الضريبي. أين نحن من هذه المبادئ الثلاث في هذا المشروع القانون المالية؟ غائبة بشكل تام. ما يجعل هذا المشروع معيب؟ أولا استبعاده للمنهج التشاركي وعدم إشراك الهيئات، ثانيا هو استشارته مع جهات تكن العداء للمحامون، لأن مقفولي ضد جواز تلقيح لولوج المحاكم، ووقفولي ضد مسودة قانون المهنة، وبالتالي وزير العدل أعطى ومنح مشورة انتقامية تجاه المحامون في مشروع قانون المالية. وزير العدل لا يحق له أن يبدي رأيا في مقتضيات ضريبية تعني المحاميات والمحامون، لأنه ليس وصيا علينا. المحامون لهم من يمثلهم، ممثلون من خلال هيئاتهم التي يرأسها النقيب، وبالتالي نحن الآن عندما نقول أن لوزير العدل يد في هذه المقتضيات فنحن نعي ما نقول. مسألة أخرى، رسالة لوزير العدل، لا كان عندك شي خلل ضريبي داخل المكتب ديالك كمحامي لا ينبغي تعميمه على سائر المحامون بالمغرب، ذلك شأنك الخاص، ولا درتي شي مصالحة ضريبية ذلك شأنك الخاص، لأنك أنت اللي ما كنتيش تأدي الضريبة، وأنت اللي ما كنتيش تلتزم بأداء الضريبة في وقتها وأجلها، وعندك تهرب ضريبي، لكن عندك تهرب ضريبي ما تعموش على سائل المحامون، المحامون مستعدين لأداء الضريبة، ولكن أي ضريبة؟ ضريبة عادلة، ضريبة قائمة على مبدأ المساواة، ضريبة تراعي خصوصية المهنة في مهامها وتستحضر الدور الإنساني والحقوقي الذي يطلع به المحامي داخل المجتمع، وتستحضر نقطة أساسية ما تقوم به مهنة المحاماة من استقطاب واستيعاب للبطاقة، وليست أي بطالة، بطالة خريجي الكليات، أصحاب الشواهد، قطاع المحاماة، قطاع توظيفي الدرجة الأولى أكبر من أي قطاع آخر. أي قطاع يمكن له أن يستوعب 5000 شخص دفعة واحدة؟ المحاماة استوعبت في الامتحان الماضي للمينا 5000 شخص، وهو الآن امتحان آخر. أي مقابل تأخذه مينة المحاماة من الدولة في إطار هذه الخدمة التي تقدمها للمجتمع؟ أي مقابل؟ ماذا تمنح الدولة للمحامي المتمرن؟ ماذا تمنح الدولة لهيئاتنا التي تشرف على هذا المحامي المتمرن وتتحمل أعباءه كاملة بكل تفاصيلها؟ للأسف يعني الناس التي تصيغوا المقتضيات القانونية تصيغوها في مكاتب مكيفة، ما نازلينش الأرض الواقع، ما عارفينش حقيقة ما يجري. تنطلبوا منهم يسحبوا هذه المقتضيات وريحوا لطاولة الحوار مع الجهات التي تمثل المحامون تمثيلا حقيقيا وقانونيا وشرعيا.